هذه شجرة البندق أمامنا، نقطف وحدة ونكسرها ونأخذها معنا. هذه بندقتين، بالعربي الفصيح سمى بندقتان وليست بندقتين. ننظفها، واحدة للمصورة معنا نقضيها. هذه الثمرة تكون بهالشكل، الكل شايفين البندق، نكسرها ونأكلها. هذا البندق بالداخل، هنيئا على اللي ياكل ابو ماسكس. تحتين شكرا. شجرة شستنا وهذه شجرة الجوز. هذا خضار اللبن. وهذه خضار اللبن للتحضير الجبن. وهذه شجرة العنب أو العريش. هذه شجرة الكرز الأحمر.